الخروج. نتحول الآن إلى وستمنستر هنا في لندن، ومن أمام مقر البرلمان البريطاني معي مراسل بي بي سي عصام عكرماوي. عصام، إذا أخيرا حزنا على أغلبية في قرار ما، ولكن بأغلبية بصوت واحد، أليس كذلك؟ بالفعل أغلبية صوت واحد فقط تلزم الحكومة بأن تطلب في من الاتحاد الأوروبي تمديد المهلة الممنوحة من 12 إلى 22 من شهر أيار مايو المقبل، لكن على هذا المشروع القرار أن يذهب إلى مجلس اللوردات اليوم للمصادقة عليه. كان هناك معارضة كبيرة لمشروع القرار هذا من قبل حزب المحافظين الحاكم، وأيضا حوالي 10 من أعضاء حزب العمال صوتوا ضد هذا الاقتراح، لكنه مر بفارق صوت واحد. اليوم سيتم استعراض تفاصيل هذا مشروع القرار هذا في مجلس اللوردات للمصادقة عليه. الهدف منه هو يعني القضاء على احتمال أو استبعاد احتمال الانسحاب من طرف واحد دون اتفاق. طيب، هناك محادثات طبعا بدأت بين تيريزا ماي وبين زعيم المعارضة جيريمي كوربين، وهي جلبت عليها عاصفة من الانتقادات، وصلت لحد استقالة وزيرين. هل يبدو أن هذه المباحثات على الأقل ستفضي عن نتيجة إيجابية؟ حتى الآن الحديث يدور عن حوار إيجابي أو أجواء إيجابية، وهذا يعني أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بعد، ولكن الحوار مستمر. هناك شروط وضعها جيريمي كوربين أمام تيريزا ماي من أجل العمل معا للخروج من الأزمة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة، لكن لا يعرف بعد فيما إذا كانت ستستجيب لهذه الشروط. ولكن العامل الضاغط هنا هو عامل الوقت، إذ الموعد المحدد للخروج هو 12 من هذا الشهر، وعلى الحكومة البريطانية أن تطلب مهلة إضافية كي تخرج بشكل هادئ ومنظم من الاتحاد الأوروبي. طيب، هل الاتحاد الأوروبي ملزم بما يعني يصوت لصالحه أعضاء مجلس العموم مرة بعد الأخرى، وهو أن البريطانيين لا يريدون الخروج بلا اتفاق، ولكن من جهته هل الاتحاد الأوروبي معني بهذا؟ هو معني، لكنه ليس ملزما بالتطبيق ما صوت عليه البرلمان البريطاني هنا. الاتحاد الأوروبي هو الذي سيقرر فيما إذا كان سيوافق على تمديد المهلة إلى الشهر المقبل أو لا. سيكون هناك لقاء على مستوى القمة في العاشر من هذا الشهر في بروكسل لقاء الاتحاد الأوروبي. ستحضر تيريزا ماي هذا اللقاء أو تحضر جزءا منه، هو الجزء المتعلق ببريكسيت في البداية، ثم عليها أن تغادر القاعة لأن بريطانيا طلبت مغادرة الاتحاد الأوروبي، لذا لا يحق لها المشاركة في المداولات حول المواضيع الأخرى. هي فقط ستحضر الجلسة الافتتاحية لمناقشة موضوع التمديد فيما إذا كان هناك سيتم تمديد أم لا. طيب، أنت في مشهد أمام مجلس العموم الآن عصام، ونشاهد ونسمع بعض الهتافات والملصقات من خلفك. ما مدى الاهتمام في الشارع هنا في بريطانيا كما ترصده أنت لنا؟ رأينا هناك استقطاب حاد نوران في هذا المكان في بريطانيا بشكل عام. رأينا قبل حوالي أسبوعين مظاهرة كبيرة في شوارع لندن، شارك فيها أكثر من مليون شخص تطالب بتنظيم استفتاء ثان. الأسبوع الماضي كانت هناك مظاهرة أصغر كثيرا من المظاهر الأولى، حوالي 10,000 شخص من مؤيدي لبريكسيت. هناك استقطاب حاد كما هو الحال داخل مجلس العموم هنا خلفنا. هناك استقطاب وانقسام بين النواب، لذلك مشاريع القرار أو الاقتراحات التي يتم اقتراحها على البرلمان لا تمر بسهولة، وهذا هو المأزق الذي وصلت إليه الأمور، إلى حد أن تيريزا ماي طلبت من المعارضة مساعدتها على الخروج من هذا المأزق الذي دخلت فيه البلاد. شكرا جزيلا لك عصام عكرماوي، مراسل بي بي سي من وستمنستر في وسط لندن.